السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في يوم جديد لنتعرف على المؤشرات العربية والخليجية والعالمية وأيضا أسواق النفط والعملات والمعادن. وبدايتنا كالعادة من الأسواق التي بدأت التعاملات منذ دقائق أو حوالي نصف ساعة من الآن. الكويت انخفاض ب16% بواقع 42 نقطة، أبو ظبي انخفاض لكن ب10% فقط، أقل من الأربع نقاط. في دبي كذلك نفس النسبة بالانخفاض ب10% بواقع 3 نقاط، وسلطنة عمان ارتفاع طفيف 0.01%. بالعودة إلى الأسواق التي لم تبدأ بعد اليوم، السعودية أنهت أمس تعاملاتها بانخفاض قدره نصف نقطة مئوية تقريبا، وقد وصل المؤشر عند 7266 نقطة بواقع 33 نقطة، وتباين بأداء القطاعات وبضغط من خسائر القطاعات القيادية تراجعت قيم التداولات إلى نحو 2,690,000,000 ريال مقابل 2,970,000,000 ريال بالجلسة السابقة. تراجعت 10 قطاعات تصدرها إنتاج الأغذية بنسبة 3.4%، تلاه الرعاية الصحية بنحو 1.2%، والإعلام جاء ثالثا بواقع 1.1%. لكن في المقابل أغلقت 10 قطاعات باللون الأخضر بصدارة الطاقة بصعود نسبته 2.1%، تبعه صناديق الاستثمار العقارية بنحو 16%، وتراجعت أيضا القطاعات القيادية بشكل جماعي بصدارة البنوك بنصف نقطة مئوية تقريبا، والمواد الأساسية والاتصالات ب20% لكل منهما، فيما تصدر سهم صفولة أعلى التراجعات بنسبة 5.3%، فيما جاء سهم الأهلي تكافل بأعلى الارتفاعات بنسبة 5.5% تقريبا. في قطر أيضا كانت البورصة أنهت أمس تعاملاتها ب14% في اللحظات الأخيرة بعدما كان اللون الأحمر يهيمن عليها، لكنها أنهت في المنطقة الخضراء، وقد ارتفع المؤشر ب14% ليصل إلى النقاط 8929 نقطة بدعم من عمليات شرائية على أسهم قيادية. ساهم أيضا في ارتفاع المؤشر صعود مؤشرات 4 قطاعات بصدارة التأمين بواقع 2.5% تقريبا بدعم من سهم قطر للتأمين المرتفع بنحو 4%، فيما صعد قطاع الاتصالات ب1.7% مدفوعا بارتفاع سهم أريدو ب2.3%، وارتفع البنوك ب10% مع صعود الريان والوطني. لكن على الجانب الآخر مشاهدين الكرام، تراجع قطاع النقل ب1.6% بضغط من سهم ناقلات الهابط ب3% تقريبا، وتراجع قطاع البضائع أيضا ب1.6% بضغط من 7 أسهم بصدارة ودام بنسبة 2.8%، وتصدر سهم قطر للسينما الارتفاعات بنسبة 9.3%، بينما سجل سهم الدوحة للتأمين أعلى الخسائر بنسبة 8.5% تقريبا، فيما تراجعت السيولة إلى 210 ملايين من الريالات مقابل 288,000,000 ريال بالجلسة التي سبقتها. ننتظر طبعا افتتاح البورصة القطرية على وشك الآن وفي غضون ثواني معدودة، لكن قبل ذلك نذهب للبورصة المصرية ونتابع إغلاقها أمس، حيث استقرت دون ارتفاع وانخفاض تقريبا عند 13,334 نقطة، في حين ارتفع المؤشر اي جي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة ب16%، كما صعد أيضا مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 16% ليربح رأس مالها السوقي نحو 2,800,000,000 جنيه بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب. إلى الافتتاح الخاص بالبورصة القطرية في نهاية تعاملات هذا الأسبوع نشاهد الآن على شاشتنا.
إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا افتتاحية البورصة القطرية في ختام تعاملات هذا الأسبوع وخامس أيام التداولات بارتفاع أو بانخفاض قدره 0.14% بواقع 12 نقطة انخفاضا، والمؤشر الآن يتراوح في حدود 8917 نقطة. مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتابع أداء البورصات الأخرى العالمية والعربية وطبعا أسواق النفط والعملات والمعادن، وهذا ما سنتعرف عليه في هذا العرض. بعد ذلك لدينا بقية الفقرات. مجموعة الوحدة الطبية، ابتسامتك عنا أحلى. كل قرار اتخذ تمت حساباته بدقة، قيمت مخاطره، جمعت الرؤى وتم تحليلها بعناية ضمن استراتيجية ساعدتني لتوقع ما سيحدث، وحين قررت كانت الجائزة.
مع دلالة، كل تجربة جديدة تجعلني أقوى. دلالة القابضة، الثقة والابتكار. أهلا بكم مجددا. فرضت المعاملات المالية والاستثمارية الإسلامية حضورا بارزا في خلق أدوات ذات طبيعة خاصة تتفق مع النهج الإسلامي في رسم أسس التعاملات المالية ذات الطبيعة الاقتصادية. نتابع مشاهدينا في هذه السلسلة أبرز هذه الأدوات ونبدأها بالمرابحة. فالمرابحة هو عقد بيع متوافق مع الشريعة الإسلامية يحدد فيه ثمن السلعة متضمنا هامش ربح متفقا عليه مع بين البائع والمشتري. تعتمد المرابحة في المتاجرة بالسلع المحلية أو المستوردة، ولا يتم الشراء إلا بعد أن يحدد المتعامل السلعة محل العقد ومصدرها. تم تطوير عقد المرابحة ليصبح صيغة تمويل مصرفية جائزة شرعا. تنفذ المرابحة مصرفيا بشراء البنك سلعة حددها العميل، ثم يقوم ببيعها للعميل بسعر أعلى، يقوم العميل بتسديده نقدا أو تقسيطا. يشترط في المرابحة المصرفية يشترط علم البنك بسعر السلعة، ويشترط كذلك تحديد الربح بالإضافة إلى تملك المصرف للسلعة وإلى قبضها قبل بيعها للعميل. تمويل المرابحة يختلف عن أساليب التمويل التقليدية، حيث إنه يتضمن تمويل الأصول المادية مع الأخذ بالاعتبار بأن البنك يشارك في المخاطر. أصناف المرابحة: المرابحة الشخصية، الحصول على بعض السلع المعمرة للاستخدام الشخصي كالسيارات والأجهزة المنزلية والمعدات. المرابحة التجارية، وهي قيام المصرف بشراء متطلبات المؤسسات والشركات التجارية من السلع والخدمات نقدا، وذلك لقلة إمكانات المؤسسة التمويلية، ويعتمد المصرف لذلك سقفا ائتمانيا للتمويل، ويمنح العميل بموجبه حق الاستفادة من ذلك السقف. المرابحة الدولية، يقوم من خلالها المصرف بالوكالة عن عملية بشراء سلع من السوق الدولية نقدا كالحديد والنحاس والألومنيوم والأخشاب وغيرها كذلك من السلع المتاحة بالأسواق الدولية، ثم بيعها لأطراف أخرى في الوقف في السوق نفسه بسعر أعلى وبشروط دفع مؤجلة. إذن كانت هذه المرابحة. بعد الفاصل نتعرف على التعليقات مشاهدينا الكرام. ها
هل هناك إمعان من قبل الحكومات العربية للجوء لجيب المواطن من أجل سد عجز الموازنة عن طريق رفع الأسعار وكذلك زيادة الضرائب وأيضا تقليص الدعم؟ لو كنتم مسؤولين في بلادكم ماذا كنتم ستفعلون وكيف ستعالجون هذه الأزمة، أزمة عجز الموازنة؟ نتابع التعليقات مشاهدينا الكرام. طبعا هذا السؤال طرحناه على صفحة تغطية البورصة على فيسبوك وتويتر، والإجابات والتعليقات تأتينا دائما من خلال هاتين الصفحتين. ونبدأ مع عمرو يقول: الاستثمار في العقار عن طريق الصناديق المتداولة في البورصة في رأيي أفضل من شراء العقار نفسه. محمد منير القويري: إن الاقتصاد ليس قضية إنشاء بنك أو تشييد مصنع فحسب، بل هو قبل ذلك تشييد الإنسان وإنشاء سلوكه الجديد أمام المشكلات كما يقول. هذا الحساب على تويتر يغرد قائلا: كل شيء مرتبط بالآخر، الرياضة، السياسة، الاقتصاد والاجتماع. طبعا هناك أسئلة أخرى نطرحها وربما هذه الإجابات تأتينا في هذا الإطار. مما قرأت هذا الحساب على تويتر يقول: الدعاية من أهم عوامل الاقتصاد لأنها أرخص طريقة لبيع البضائع خاصة إذا كانت بضائع عديمة القيمة، يقول على نقلا على لسان أحد الأشخاص الآخرين. إذن كانت هذه عينة من التعليقات، نشكركم متابعينا وكذلك مشاهدينا. بعد حوالي ساعتين من الآن يتجدد معكم اللقاء عبر شاشة الجزيرة مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله.